سنة شاري البلدية وبنيه من 30 سنة، والإصلاح الزراعي بعت لي جوابين ثلاثة فترتين ثلاثة في خلال ثلاث سنين. أنا حاب أدي المحامي يخلص البيت دي ولا أدي الإصلاح الزراعي ولا أنا قاعد فيه زي إيه؟ رغم إن أنا باني شاريه من 30 سنة وبنيه والحمد لله. أدفع للمحامي ولا أدفع للإصلاح الزراعي؟ والإصلاح الزراعي ده بيبعت لي بناء عن إيه؟ بعت لنا جوابات من الاصلاح الزراعي بيقولوا ان البيت دي تبع الاصلاح الزراعي واحنا واخدينه ايجار. طب هم سايبيننا ليه؟ بقالنا 20 سنه ولا 30 سنه ما قالولناش الكلمتين دول، واحنا شارين البيت من صاحب الارض بقالنا 30 سنه ومعانا عقوداتنا ومعانا كل حاجه. الجواب اللي جاي لي دي تبع الاصلاح الزراعي بتاع البيت اللي انا باني فيه، والبيت اللي انا باني فيه الحته دي انا شاريها من الاصلاح الزراعي من 30 سنه، جاني مرة قبل كده وقالي ثاني مرة.